FM. الكلمة ليك. أموال القذافي يحكيوا له برشا فلوس تاع حرام عليك. القذافي لقي في رصيده 24,000. اسمع القذافي قال كلمة كان صادق. القذافي راجل مبدأ، راجل بدوي، راجل عربي أصيل. أنا سألت سؤال بسيط، أموال القذافي أي رئيس عنده أموال وعنده أملاك؟ أي رئيس؟ 5 سنوات ما طلعت أموال القذافي، وين كانت؟ وين القذافي حاطها في السماء؟ أموال القذافي في ليبيا ما خرجتش من ليبيا. أموال القذافي كانت شعب، أموال الشعب الليبي حافظ عليها بس. ما ثم حتى واحد في العالم استفاد من القذافي. شوف شوف بعد الثورة. لا لا اسمعني، القذافي عنده حوالي 7 أبناء وجوزته هو الشهيد الله يرحمه. لحد الآن 5 سنوات الغرب بالكامل، أنظمة العربية الرجعية بالكامل ما جابت دينار واحد أو حساب واحد للقذافي. شو المعنى؟ ليش رؤساء العرب كلهم طلع لهم حسابات؟ ليش رؤساء العرب كلهم طلع لهم حسابات؟ شو المعنى؟ سؤال فيه تبعات تونسية راهو. اي سير جاي فهمني، سير جاي. انتم عندكم قالوا بعتوا اموال، بعتوا ما نعرفش بعتوا. لا يعني سي عبد الله 450 مليون على بلاطة. ثم رجال أعمال تونسة ولا من الغرب استفادوا من أموال القذافي؟ سرقوا أموال القذافي أو سرقوا أموال الشعب الليبي؟ ليس تقدم أموال الشعب الليبي؟ إيه سرقوها موجودة. شكون؟ حن حسبهم. شكون؟ لا لا. سميت أسمع، هذه اتهامات صعبة شوي، غير اسمعني أسماء، هذه قضايا حنرفع ضدهم قضايا وحنجيبوهم. والله العلي العظيم لو كان في بروج مشيدة. الكلمة ليك.